صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 44 لسنة 2021 بإنشاء قنصلية عامة لمملكة البحرين في إمارة دبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء فيه تُنشأ قنصلية عامة لمملكة البحرين في إمارة دبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.